قدرات إنتاجية عالية وجهود للتحكم في الكم والنوع، ذلك ما يميز إنتاج الخضر والفواكه ببلادنا. إنتاج يبرز جهود وكفاءة المستثمرين. هذه التعاونية الفلاحية بولاية خنشلة تنتج أجود أنواع فاكهة التفاح بنوعيه الأخضر والأحمر، تقنية فلاحية متطورة استعملت للحصول على هذا النوع الرفيع. قمنا بعقد اتفاقية شراكة بين المتعامل الأول في إيطاليا، أين تم الاتفاق على استيراد الشتلات والدخول في الزراعة المكثفة التي قمنا بها سنة 2020، أين أعطتنا نتائج إيجابية حيث تمت غراسة أكثر من 3000 شجرة في الهكتار الواحد، وبمعدل بعد الغراسة للسنة الأولى أين أعطت نتائج أكثر من 200 قنطار. هذا النتائج أدت إلى يعني الاتفاق بين هذا الشريك في نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة. مادة التمر هي الأخرى تعرف تنوعاً في الإنتاج ووفرة في المحصول، ذلك ما ظهر في المعرض الوطني للخضر والفواكه. أكثر من 100 نوع معروض هنا، وهو جزء فقط من أنواع أخرى تجود بها الصحراء الجزائرية. إحنا الحمد لله راه عارضين يعني تقريباً 151 صنف اللي راه موجودة الآن، اللي رانا حافظين عليها ورانا التسمية تاعها موجودة. وكل نوع عنده يعني الخصائص تاعو، خاص بالصناعه التحويليه. احنا تقريبا المده الاخيره ولا السنوات الاخيره كانت التركيز على دقله نور وعلى دقله بيضاء وعلى غرز، لكن بعد هذه الاصناف كاين الاصناف فيها تدخل في صناعه يعني صناعه تحويليه، مثال صناعه السكر يعني البديل السكر. الاهتمام وتثمين المنتوج الوطني من الخضر والفواكه يعكس تعزيز الأمن الغذائي المستدام الذي تحرص عليه السلطات العليا في البلاد. شاهدتوا يعني وين كان منتوج وفير، حبينا نعرفوا المنتوج تاعنا في الخضر وفي الفواكه، وهاكم شفتوا يعني المثل يعني تاع التفاح، وباش يعني نوصلوا يعني الأمن الغذائي المستدام اللي يتكلم عليه رئيس الجمهورية. بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة تبرز أن الجزائر تحتل المرتبة الثانية عربياً في إنتاج الخضر، مرتبة تعكس الأهمية التي تكتسيها هذه الشعبة الفلاحية المتميزة بالوفرة والجودة، ما يؤهلها للتواجد بالأسواق الخارجية.